إذاعة سلطنة عمان. تفسير القرآن الكريم. تفسير القرآن الكريم لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة. تنفيذ مالك بن زاهر الحسني. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقتنا لهذا اليوم سنواصل ما بدأنا من تفسير الآية 271 من سورة البقرة، فإلى التفسير. وهذه المسألة مما وقع الخلاف فيه بين أهل العلم، فأكثر العلماء أن إيتاء الإنسان لزكاته المفروضة ينبغي له أن يكون علناً من أجل إحياء الشعائر الدينية ومن أجل مكافحة الفساد، فإنه عندما تكون هذه الزكاة خفية لا يعلم بها الناس يقع قبل كل شيء في الناس سوء ظن بالمزكين، بحيث يحملونهم على ما هو مألوف عندهم من منع الزكاة. ثم بجانب ذلك يكون ذلك داعياً إلى الشح بالزكاة، فإن الإنسان الذي يظن أن غيره يشح بهذه الزكاة الواجبة لا ريب أنه يهون عليه أن يقتدي به أيضاً، إذ ذلك مما يسبب فساد البيئات حتى تنقلب الأحوال من الناس فيستحسنوا ما ليس بالحسن. وهذا الرأي هو الذي ذهب إليه الإمام محمد عبده وتلميذه العلامة السيد محمد رشيد رضا، بل قال السيد محمد رشيد رضا بأنه مما ينبغي للإنسان حتى مع ندرة الذين يؤدون زكاتهم ينبغي أن يؤدي زكاته علناً لأجل إحياء هذه الشعيرة المقدسة، ومن أجل أن يكون قدوة لمن يريد أن يقتدي به من أهل الفضل. وهذا هو الذي اختاره القطب رحمه الله تعالى في تيسيره، واختلفوا في زكاة النفل هل تكون أفضل في الإسرار بأي حال من الأحوال أو أنه يميز بين حال وحال. فمن العلماء من قال بأن إسرار صدقة النفل أفضل من إعلانها بأي حال من الأحوال، لأن ذلك كما ذكرنا فيه حفظ لماء وجه المتصدق عليه من ناحية، وفيه سلامة للمتصدق من أن يلابسه الرياء من ناحية أخرى. فلأجل ذلك كانت هذه الصدقة أفضل في حالة الإسرار منها في حالة الإعلان. ومنهم من قال بأن الإنسان إن رجع أن يقتدى به ففي هذه الحالة ينبغي أن يدفعها علناً لأجل أن يكون أسوة للآخرين. ومن المعلوم أن ذلك يدخل في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. وهذا الذي يتصدق علناً لا ريب أنه سان لسنة حسنة عند من يريد أن يقتدي به في الخير. وعلى هذا فإنه يراعى النفع، وعندما تكون الحالة متوازية بحيث لا يكون لهذا الإنسان تأثير على الغير أو لا يرجو أن يؤثر على الغير، ففي هذه الحالة يكون الإسرار بصدقة النفل أفضل من الإعلان بها. أما عندما يكون راجياً للمنفعة
واندفاع الناس إلى الاقتداء به، ففي هذه الحالة يكون الإعلان أفضل من الإسرار. ومنهم من قال بأن الإعلان أفضل باعتبار بعض الحيثيات، والإسرار أفضل باعتبار حيثيات أخرى، فلا بد من التقييد، من تقييد هذا الإطلاق باعتبار الحيثيات، وذلك إنما يكون باعتبار حال المتصدق وحال المتصدق عليه ومراعاة الجهة التي تكون الصدقة إليها. فعندما تكون الصدقة على الفقير هنا ينظر إلى حال المتصدق، لأن الفقير قد يشق عليه أن يعطى الصدقة أمام الناس، وهذا مما يقتضي شيئا من الإذلال، لأن فيه إراقة لماء وجه هذا الفقير. ففي هذه الحالة ينبغي أن ينظر في حالة الناس الذين يتصدقون، فإن كان هذا المتصدق يقتدي به الجم الكثير من الناس عندما يعطي الصدقة علانية، في هذه الحالة راعى هذه الحيثية، فلأن يعم النفع أكثر من أولئك الذين تصدق عليهم خير من أن ينحصر النفع فيهم مع المحافظة على ماء وجوههم. والناس متفاوتون في ذلك، فمنهم من لا يقتدى به رأسا، ومنهم من يقتدي به النزر اليسير، ومنهم من يقتدي به الجم الغفير. أما مراعاة جانب المتصدق عليه فذلك يختلف باختلاف الجهات التي تمنح هذه الصدقة، فإن كانت الصدقة إلى أفراد كما ذكرنا فلا ريب أن الإخفاء أفضل، أما إن كانت الصدقة إلى مشروعات خيرية مما يقتضي اندفاع الناس إلى المشاركة فيها فذلك خير، لأنه ليس في هذه الحالة محذور على الفقير الآخذ من الإحراج، إذ لا يأخذ في هذا فرد بعينه، وإنما يأخذ من يأخذ من أجل مشروع خيري عام. ويدخل في ذلك ما يكون من المشروعات من أجل بناء المساجد أو بناء المدارس أو بناء المستشفيات أو ما يكون من مشروعات الجهاد أو الدعوة إلى الله تعالى، فكل من ذلك يكون الإبداء فيه شيء من الخير، على أنه يمكن للإنسان أن يجمع بين الحسنيين، ما بين رسم الطريق للمقتدين به من أهل الخير مع المحافظة على السرية. وهذا إنما يتأتى عندما يدفع الإنسان هذه الصدقة إلى المؤسسة من غير أن يعلم القابض، فبإمكانه أن يرسل ذلك في رسالة ولا يعرف القابض لهذه الصدقات من المتصدق. ومن عادة القائمين على هذه المؤسسات الخيرية كما يقول صاحب المنار أن يعلنوا ذلك، وقد يكون الإعلان عبر وسائل الإعلام، فيكون ذلك من دواعي أن يتصدق الناس وأن يقتدوا بهذا الذي أعطى هذه الصدقة بعد أن يعلن عن صدقته من غير أن يعرف شخصه. وسوغ صاحب المنار أن يكون هذا الحكم خاصاً في التصدق على الفقراء، أما المؤسسات الخيرية العامة فحكمها حكم صدقات الفرد، من حيث إن الإعلان أفضل من أجل اقتداء الناس بالمتصدق. وهذا كله لا بد من أن يكون
مع مراعاة طهارة نفس المتصدق وعدم تأثره بالرياء. والناس في هذا متفاوتون، فمنهم من يمكنه بسبب ترويضه لنفسه أن يفعل الفعل الخيري علناً بين الناس من غير أن يتأثر برياء قط، ومنهم من يكون ضعيف النفس وذلك بسبب ترويضه إياها فيكون سريع التأثر ولو كان فعله الخيري خفيا. إن تبدو الصدقات فنعم ما هي، أي فنعم شيئا، هي أي الصدقات التي تدفع معلنة مبداة للناس أو إبداؤها، وبسبب حذف الإبداء جاء بضمير الصدقات هنا، وما هنا بمعنى شيء، وهي تمييز على الأرجح، وقد سبق الحديث في ذلك في تفسير قول الله تعالى بئس ما اشتروا به أنفسهم. ونعمة هي فعل مدح جامد لا يتصرف، وفيها لغات نعمة ونعمة بإتباع فائها لعينها، أي إتباع النون للعين في الكسر، وهذه هي لغة هذيل. ونعمة، وهذه هي اللغة الفصيحة الشائعة، ونعمة. وفي الآية الكريمة قراءات في هذه الكلمة، فقرئ نعماه، وهذه القراءة هي قراءة أبي عمرو وابن كثير، وهي رواية ورش عن نافع ورواية حفص عن عاصم، وهي تحتمل أن تكون على اللغة الفصيحة وهي نعمة في بكسر النون وإسكان العين. وعلى هذا فكسرة العين هنا من أجل تفادي التقاء الساكنين. ورواية قالون عن نافع ورواية أبي بكر وعياش عن عاصم و رويت هذه القراءة أيضاً عن أبي عمرو، وهي نعمة بإسكان العين وتشديد الميم. وهذه القراءة تعرضت لنقاش عند جماعة من النحويين، فالنحاس تبعاً للمبرد والزجاج وأبي علي الفارسي قال بأنها مستحيلة، وذلك لتعذر الجمع بين الساكنين إلا عندما يكون أولهما حرف مد كداب وضالين، أما عندما يكون غير حرف مد فإنه يتعذر الجمع بين الساكنين حسب ما قرر النحويون. وحمل أبو علي هذه القراءة على الاختلاس، اختلاس الكسرة، وكذلك حمل على ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قاله لعمر بن العاص: نعم المال الصالح عند الرجل الصالح. وانتقد هذا جماعة من المفسرين والباحثين في مجال القراءات، ومن بينهم أبو حيان، فإنه ذكر بأن هذه القراءة من القراءات السبعية، وكل واحد من القراء السبعة قراءته مروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق تواتري،
فانتقادها فيه أمر عظيم وحرج كبير. ولا ريب أنه عندما يتهم القارئ أو السامع في هذه الحالة بأنه لم يكن دقيقا في نقله القراءة أو في نقله الرواية يؤدي إلى اتهامه في بقية الروايات وفي بقية القراءات. فالقراءات السبع عندما يتهم أحد قرائها بأنه لم يكن ضابطا فيما تلقاه عن غيره، أو عندما يتهم الراوي عن ذلك القارئ بأنه لم يضبط ما تلقاه عنه، فإن ذلك يؤدي إلى الاتهام بعدم الضبط في بقية الأحوال، وهذا ما لا يمكن أن يقر. على أن هؤلاء المنتقدين أقروا بعض القراءات التي فيها الجمع بين الساكنين كقراءة حمزة فما استطاعوا، هي فيها جمع ما بين السين والطاء الأولى المدغمة في الطاء الثانية، وقد أقروا هذه القراءة مع عدم الفرق ما بينها وبين غيرها. ومنهم من قال بأن هؤلاء روي عنهم الاختلاس وروي عنهم التسكين، من بين العلماء الذين رووا عن هؤلاء هذه القراءة من حكى هاتين الروايتين عنهم، وقرأ بقية السبع نعب ما هي. وهذا يعني أن إبداء الصدقات أمر ليس فيه حرج، فالصدقة نعم الأمر هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، أي خير لكم من الإبداع. وإنما كان الإخفاء خيرا من الإبداع، مع أن هذه الصدقة هي تطهير لنفس الإنسان، وهي نفع للمتصدق عليه من أجل مراعاة جانب المتصدق عليه كما قلنا، ومن أجل مراعاة جانب المتصدق حتى يكون أبرأ من التلبس بالرياء، وأن تكون صدقته هذه خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. وقد قيل بأن من تمام الصدقة أن تكون سرية، فمن تمام المعروف أياً كان أن يكون هذا المعروف سراً بين المتصدق والمتصدق عليه، وبين الصانع والمصنوع إليه. وهذا الذي يتفق مع الفطرة، والحكماء قالوا ذلك، فقد قال بعض الحكماء إذا صنعت معروفاً فاستر، وإن اصطنع إليك معروف فانشر. فمن البر والإحسان إلى من صنع المعروف أن يعلن من صنع له المعروف هذا المعروف، وأن يخبر به، أن ينشره بين الناس، لأن من لم يشكر الناس لم يشكر الله. وسجل الشعراء الثناء للذي يكتم صنائعه، وقد قال أحد الشعراء زاد معروفك عندي عظما، أنه عندك مستور حقير تتناساه كأن لم تؤته، وهو عند الله مشهور خطير. ويقول شاعر آخر غل إذا جئته يوما لتسأله، أعطاك ما ملكت كفاه واعتذرا، يخفي صنائعه والله يظهرها، إن الجميل إذا أخفيته ظهرا. فبشأن المعروف أن تزيد قيمته عند من يصنع له،
عندما يكون هذا المعروف بطريقة سرية. والمفسرون منهم من ذهب إلى أن المراد بقوله تبارك وتعالى إن تبدوا الصدقات فنعما هي صدقات الفرض، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء قالوا هي صدقات النفل. وعلى هذا فالجزء الأول إنما هو في صدقات الفرض، والجزء الثاني إنما هو في صدقات النفل. وهؤلاء قالوا بأن الضمير الذي هو تبدوها يعود إلى الصدقات باعتبار المعنى لا باعتبار اللفظ، إذ الصدقات الأخيرة المعنية هنا الذي عاد إليها الضمير هي غير الصدقات المذكورة من قبل، فالضمير عاد إلى الصدقات باعتبار المعنى لا باعتبار اللفظ. وهؤلاء استدلوا بمجيء نحو ذلك في نحو قول القائل عندي درهم ونصف، فإنه من المعلوم أن النصف الذي أضافه إلى الضمير لم يرد به نصف الدرهم الذي ذكره من قبل، وإنما أراد به نصف درهم آخر، فهذا من عود الضمير إلى اللفظ من غير مراعاة لمعناه السابق. وانتقد ذلك أبو حيان نظرا إلى أن الضرورة هي التي ألجأت في مثل هذا المثال أن يكون الضمير عائدا إلى غير المذكور السابق، وإنما إلى ما شابهه في لفظه. أما مع عدم وجود الضرورة فلا يحمل سائر الكلام عليه. وهنا ليست في هذا ضرورة، فالأولى أن لا يحمل ما في الآية الكريمة على ما في ذلك المثال. والآية الكريمة كما قلنا يترجح فيها بأن الصدقات هنا هي صدقات النفل في الموضعين جميعا، إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. والذين قالوا بأن الصدقات التي تكون على الوجوه وجوه البر العامة من غير أن يقصد بها أفراد معينون يمكن أن تلحق بصدقات الفرض من حيث فضل إعلانها على إسرارها، نظروا إلى هذا التقييد وهو قوله سبحانه وتعالى وتؤتوها الفقراء، وتؤتوها الفقراء، فإن الحق سبحانه قيد هنا بإيتائها الفقراء ولم يقل وتنفقوها في سبيل الله، فإذا الإنفاق في سائر وجوه البر في سبيل الله يمكن أن يكون بطريق العلانية كما يتصدق على الفقراء صدقات الفرض بطريق العلانية أيضا. وقد يتساءل لماذا ذكر الله سبحانه وتعالى هنا إيتاء هذه الصدقات للفقراء، مع أن الصدقات إنما تدفع إلى الفقراء، لماذا كان ذلك؟ من العلماء من قال بأن ذكر الفقراء هنا إنما هو لأجل احتراز الإنسان عندما يتصدق في حالة الإسرار من أن تكون صدقته على غير الفقراء، فإن من شأن الإنسان أن يخجل من أخذه المال علانية ولو كان من أهل الطمع إلا إن كان محتاجا إليه، ولكن
لا يبعد أن يتحايل في حالة الإسرار ويأخذ هذا المال بطريقة التحايل، بحيث يظهر نفسه في مظهر الفقير المحتاج إلى هذا المال، لأنه لا يخشى إحراجاً عندما يتصدق عليه بطريقة سرية. وهذه الحكمة ذكرها أغلب المفسرين، ومنهم من قال بأن الحكمة في هذا أن صدقة الفرض قد تصرف إلى غير الفقراء لأن لها مصارف من غير الفقراء، فلها أصناف ثمانية هي مصارف لها، بخلاف صدقة النفل فإنها لا تكون إلا على الفقراء. وقد تعقب ذلك بأن هذا غير صحيح، نظراً إلى أن صدقة النفل أيضاً يمكن أن يجهز بها جيوش المسلمين، ويمكن أن تنفق في الدعوة إلى الله تعالى، ويمكن أن تنفق في إقامة مؤسسات خيرية يعود خيرها على عامة المسلمين. وقيل بأن ذكر الفقراء هنا إنما هو لأجل مراعاة جانب الفقير الذي تدفع إليه هذه الزكاة سرا، فإن هذا الفقير يصاب بشيء من الإحراج عندما تدفع إليه، فلذلك كان دفع الزكاة إليه في حالة التكتم أفضل من دفعها إليه في حالة الإعلان. ففي هذا تنبيه على ما ينبغي من مراعاة إحساس الفقير وشعوره. وهذا الوجه هو الذي عزاه ابن عاشور إلى جده. ومن عجيب ما قيل في حكمي الآية الكريمة المذكورين أن ذلك كله منسوخ بقول الله سبحانه وتعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سراً وعلانية. حكى ذلك كل من ابن عطية والقرطبي النقاش، وهذا أيضاً قول بعيد عن الصحة، فإنه لا تنافي بين هذه الآية والآية التي ذكروها، فكيف يقال بأن تلك ناسخة لهذه؟ فهذا مما ينبغي التفطن له، ونؤخر تفسير بقية الآية إلى الدرس الآتي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا الرشد والسداد، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. مستمعي الأعزاء، هكذا كنا مع تفسير الآية 271 من سورة البقرة. نلتقيكم في حلقة قادمة ومع تفسير آية أخرى من آيات هذه السورة الشريفة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم مع تفسير القرآن الكريم. تفسير القرآن الكريم لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة. تنفيذ مالك بن زاهر الحسني.